إلى مقر سكن أسر ضحايا حادثة سيرتمانار بكل من أورير تمرغت وإمسوان توجه وفد رسمي لتبليغ تعازي جلالة الملك محمد السادس إلى الأسر المكلومة، وذلك مشاطرة من جلالته لأسر الضحايا آلامهم وتخفيفا لما ألم بهم من خسارة عزيز. نشكر جلالة الملك على وقوفه إلى جانبنا وتكفله بنقل جثة والدتي إلى مسقط رأسنا وأيضا بنفقات الدفن، ونشكره أيضا على مواساته لنا في هذا الرساء. تعاون معنا على هذا العزة ديال جدة، وخا مات لينا جدة فرحنا بهذه المناسبة اللي قدم لينا جازنا الوالي براسو. كنشكرو جلالة الملك الله يطولنا في عمره. كنشكرو بزاف. الله يفرحهم الله يجزيهم بخير، جزاهم الله خيرا. وتأتي هذه الالتفاتة الملكية بعد أن قرر جلالته فور علمه بوقوع الحادث التكفل شخصيا بلوازم نقل جثامين الضحايا ودفنهم ومآتم عزائهم وكذا بعلاج المصابين، كما أصدر جلالته تعليماته السامية من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتقديم المساعدة لجرحى الحادث وأسرهم التي لم تستفق بعد من هول هذا الرزق.